ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بيسألونا فين الموز، مقادير الموز الكريسبي المقلي مقاديره على الشاشة، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. معانا موز ما يكونش مستوي جامد، خلي بالك جبت الموز المستوي أنا مش مسؤول عن النتيجة، هيدوم منك في قلب الزيت ويبقى شكلنا وحش. والأول كده بمجرد ما تفكري في إنك تعملي حلو وفي طعم الفانيليا لازم تشيلي أي حاجة لها علاقة بالبصل والثوم. حلو الكلام؟ ونروق المطبخ كده أول بأول، ده مهم جدا عشان تبدأي إن الحاجة ما تكرفش معاكي. حلو؟ معانا موز ومعانا فانيليا ومعانا شوية نشا في المقادير وبيضة ودقيق. تعالوا نعمل الأول التوبنج بتاع الموز عشان نحمره في قلب الزيت. وصوص الفانيليا بتاعنا مقاديره مهلبية وفانيليا، يعني من الآخر هي مهلبية وفانيليا. على نار هادية كده بندوب النشا مع شوية سكر وشوية فانيليا. ادي الفانيليا تنزل على الحليب، خد الطعم الفانيليا. ممكن تحط حبهان يبقى الصلصة بتاعتك او الطعم طعم المهلبية بالحبهان. ممكن تحط قرفة حسب ما انت حابة. التقليب ده مستمر، الزيت اخباره ايه؟ زي الفل. تعالوا نعمل الخلطة بتاعت الكريسبي. حاجة كده بنت عم الطنبورة. ايه الطنبورة يا عم الشيف؟ الطنبورة دي مشهورة جدا في المطبخ الياباني، بتتعمل بالخضار وبتتعمل بالجمبري وبتتعمل بالفراخ. في المقادير بيضة او بطين حسب الكمية. بننزل بالنشا والدقيق، نشا عشان يبقى كريسبي، شوية النشا دول قد النشا بالظبط دقيق. بعض المطاعم بتحط مادة او بتحط مياه غازية، انا مش عايز احط مياه غازية. حطيت دقيق ونشا وبيض، عصرة ليمون حلوة، الله عليك، شوية سوري بابريكا صغيرين كده، بابريكا جربي جربي اللي بقوله ده. هي دي التفاصيل الصغيرة بقى. هنقلب دول كلهم مع بعض بالمية بتاعتنا. الله، ونقلب كده. دي نشا بيض، دي نشا بيض. تحتاج مني كمان شوية دقيق صغيرين في قوام، هوريهولك دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. بس خلاص هو ده القوام اللي انا عايزه. قوام سميك شوية كأنك بتعملي عجينة الكريب. شفت التفاصيل الصغيرة؟ ده دقيق وبيض ونشا. هاتوا لي الحمار ده جه منين؟ من سنة البابريكا كده بأطراف ايدك الصغيرة الحلوة. شوف القوام عامل ازاي، هو ده. حلوة. هناخد الموز نقليه في قلب الزيت. ازاي يا عم الشيف واحنا مع بعض؟ بنجيب الطبق ده كده وناخد الموز الجميل الحلو ده كده، السباطة، اللهم صل على النبي. حلو قوي. وناخد الموز نقشره كده. خلي بالك في حاجات صغيرة، الموز ده لازم يتغسل لو انت هتستخدميه زي ما انا هستخدمه دلوقتي، لانه عند الراجل الفكهاني حطه في الشارع بره او بتجيبيه مثلا من حد بتاع فاكهة، فبيبقى فيه بعض الأتربة، فيفضل انك تجيبي منديل او شاشة، يعني اي حاجة بتاعت المطبخ، تبلها مية وتمسحي صباع الموز قبل ما ايه ما تشتغلي فيه كده، لان طبعا الأتربة بتتنقل من القشرة على لحم الموز من جوه. الحاجات اللي بقولها دي برضو تفاصيل صغيره. خلي بالك، مش طبعا مستحيل انك تغسلي الموز بعد ما تقشريه. وبعدين لو قشرت الموز لازم على طول تسرعي في استخدامه، لانه غني بالاكسده زيه زي التفاح. ايه اللي هيحصل يا عم الشيف؟ هيسود منك وهيبقى شكلنا وحش. الموز الكريسبي بطعم الفانيليا. قشر الموز ده نشيله على جنب، مالوش عوزه. مع ان سمعت، يعني سمع مش بس ما جربتش، ان قشره الموز بتلمع بعض الايه الجلديات، احزمه جلد احذيه جلد وهكذا. هنحط رشه دقيق حلوه هنا كده ونغلفه التغليفه دي كده
مع رشة قرفة ناعمة، اللهم صل على النبي. كده أنا حضرته، هاخد الموز يا عم الشيف واخد الخلطة بتاعتي الجميلة. نعم يا غالي، مخرجنا بيسأل بيقول لي ليه حطيت دقيق وقرفة على الموز قبل ما تحمره، تدفع كام واجاوب؟ هو ده السؤال. هناخد الموزة دي كده، شفت الشقاوة اهو، شيلها زي ما هي كده واحطها هنا، شيلها كده بالراحة خالص اهو. يلا يلا يلا، على فين على فين على الزيت تاني اهو اهو، في قلب الخلطة دي كده ننزلهم كلهم مرة واحدة. حطيت دقيق وحطيت شوية قرفة علشان الخلطة تمسك في صباع الموز، تقلي فراولة. شفت صباع الموز متغلف ازاي؟ اهو 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 اهو، على فين يا عم الشيف؟ على فين؟ على الموز، على سوري على الزيت اهو. تاني اهو اهو، ركز معايا يا مصري اهو اهو اهو، ناخدها كده اهو، تاني اهو، بالراحة خالص بشوك اهو. والله فكرة يا شيف، ده الولاد احنا بنجيب الموز، هات موز يا حبيبي معاك وانت جاي، ويتنوا مكانه على ترابيزة السفرة بره، ولا حد يسأل فيه لغاية لما القشرة بتاعته تتغير لونها، وعندنا الأولاد بيشوفوا بس القشرة اتغيرت لونها يقول لك الموز ده بايظ. بالعكس ده حلو، أنت ممكن تعمليه بنفس الطريقة بعد ما تهرسيه. هتجيب الموز المستوي جامد بقى خلاص، تجيبيه تهرسيه وتحط عليه بيضة وشوية سميد ناعمين وشوية فانيليا وشوية بيكنج باودر وتعمليه بسكويت. يا ويلي ايه الافكار دي يا شيف، ما يترميش تاني. خلي بالك نفس الموز المهروس المستوي اللي ملوش عوزة عندك في البيت، هتجيبيه وتعمليه بقلاوة زلابية يعني، خلي بالك تحطيه على عجينة الزلابية وتبقى زلابية بالموز. الله على افكارك يا مغازي اهو اهو، في قلب الزيت كده اهو، ما تقلقش زود الزيت شوية. العب العب العب، هو ده تمام اه. حمرت الموز اهو، معايا واحد كمان نفس الطريقة، نوسع له مكان، هو ده مكانه زي الفل، ونشيل الخلطة دي من هنا. يبقى انا عملت الموز كريسبي بطعم الفانيليا. اخبار صوص الفانيليا يا مغازي اهو جاهز. عملته ازاي؟ مهلبيه بالسكر والحليب والنشا، خدناها حطينا عليها صوص فانيليا، نحط عليها للامانه كمان مكعبين من الزبده، تديها طراوه وليونه وطعم اهو. حلو صوص فانيليا اهو، وانا بقلب كده اهو، خلي بالك نحط عصرة ليمون. يا ويلي على الطعم، يا ويلي على الجمال، يا ويلي يا ويلي، هو ده جاهز اهو اهو. بص على صوص الفانيليا اهو. تاني عملته ازاي؟ جبت نشا، جبت حليب، جبت سكر، شوية فانيليا، مكعبين من الزبدة بعد ما قوام النشا مع الحليب خد قوام، عصرة ليمون صغيرة وحذاري حذاري تحط ليمون على حليب قبل النشا، هيتحول لجبنه قريش اهو. اخبار الموز، اخبار الموز يا موز اهو. الله على الحلاوه، الله على الجمال اهو. سيبه ياخد وقته، نجهز طبق التقديم. يا نعم عينيا اهو. حلو، نجيب قبل وبعد، ايه رأي حضراتكم؟ ده الموز قبل وده بعد. حلقتنا النهارده فيها تفاصيل صغيرة، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. عملنا رز بالدجاج بطريقة مبتكرة، طعم الرز مع طعم الجزر حكاية. عملنا سلطة لطيفة هي عروسة السفرة بتاعتي. عملنا كمان مع بعض يا عم الشيف الموز المقلي الكريسبي، اللهم صل على النبي، هو ده. سمعنا الصوت ده؟ ودايما الاولاد بيعترضوا على الموز
يا حلاوة يا جماله يا دلعه. على فين يا عم الشيف؟ نجيب صوص الفانيليا وهو نازل يتناغم بقى على الموز. بص على الحلاوة، بص على الجمال، يلا. اهو 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 يا دلعه يا ويلي يا ويلي يا ويلي. موز كريسبي بطعم الفانيليا، ممكن يكون قرفة، ممكن يكون حبهان، ممكن يكون شوكولا، هنعمله بعدين بالشوكولا اللي بيحب الشوكولا. تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد.